بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا للجزء الثالث الخاص بحل أسئلة الكلمات بتاع الوحدة الثانية. طبعا روابط الجزء الأول والثاني مع كمان روابط الجزء الرابع والخامس هتلاقيهم إن شاء الله في الوصف. كمان هسيب لك رابط لقائمة تشغيل كاملة الوحدة الثانية لو حابب تسمعها على بعضها. كمان هسيب لك كمان رابط تشغيل الوحدة الأولى كلها. الجزء ده هيكون خاص بحل أسئلة الكلمات. وطبعا انت عارف ان احنا بداية من الوحدة الاولى بنحل في كتاب جيم لغاية دلوقتي، طبعا لان ده الكتاب الوحيد المتاح حاليا، باقي الكتب لسه ما نزلتش. لما الكتب التانية تنزل ممكن نحل في اكتر من كتاب ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتتابع معايا ان شاء الله لما انا كل ريفيجن، وما تنساش تشير الفيديو لكل اصحابك. ويلا بقى نروح نحل ونرجع لبعض تاني. السؤال الاول بيقول there were number of events to collect money for the cancer charity not مجموعة يوجد أو كان هناك مجموعة من الإيفنتات معمولة عشان نجمع فلوس علشان Cancer Charity Association. Association يعني منظمة خيرية للكانسر. Number أو letter B. Number 2, the Knot of Education is doing a great efforts to improve schools and provide them with all possible facilities. الA بتاعت التعليم بتعمل مجهود عظيم علشان تحسن المدارس وتمدها ب كل التسهيلات الممكنة. بنتكلم عن الوزارة letter D ministry. Number 3, after the snowstorm بعد العاصفة الثلجية the road was covered by a thick knot of ice. بعد العاصفة الطريق كان متغطي بطبقة من الثلج layer letter B يعني طبقة. Number 4, young people always receive not advice but most of them don't care about them. كتير من الشباب بيجيلهم نصائح أبوية ولكن معظمهم ما بيهتموش بيها. Fatherly يعني أبوي. Letter A. Number 5, Cairo Book Fair is considered a great knot festival for Egyptian and Arab writers. معرض الكتاب الدولي معرض القاهرة للكتاب يعتبر Great A Festival مهرجان A مهرجان ثقافي. Cultural letter C. Cultural الأخيرها L بمعنى ثقافي ودي صفة adjective. Number 6, many Egyptian film directors are greatly known by great directors such as Salah Abu Saif and Yusuf Shaheen. كتير من مخرجين الأفلام المصريين تأثروا بالمخرجين العظام زي صلاح أبو سيف ويوسف شاهين. إحنا بنتكلم عن influenced يعني تأثروا. Letter A, influenced تأثرا. Number 7, this company's manager مدير الشركة دي is very serious جاد جدا and not with the employees مع الموظفين بتوعه. He allows no mistakes وما بيسمحش بأي أخطاء. الراجل ده حازم strict. Letter D, strict يعني حازم. Number 8, دكتور زويل had taught and not at American universities until he died a few years ago. الراجل ده درس دكتور زويل وحاضر في جامعات أمريكية. Lectured letter A يعني حاضرة حتى وفاته. 9, it's good idea فكرة جيدة for a teacher to not his students انه يسكت او مش يسكت يخليهم يلتزموا بالنظام. Discipline letter C his students in class but he shouldn't be cruel ولكن لا يجب أن يكون قاسي. Number 10, newspapers and television are extremely not in raising people's awareness of different social problems. الجرايد والتلفزيون مؤثرين جدا في رفع الوعي عند الناس في المشاكل الاجتماعية. مؤثر يعني influential letter D يعني مؤثر. Letter D هي الإجابة الصحيحة. 11, I think that a good teacher shouldn't not the students all the time. مش المفروض ان المدرس يسكت او يصمت الطلاب. Silence يعني يسكت او يصمت. Letter A, المفروض يخليهم يحافظوا على نظام discipline ولكن مش يسكتهم مش silence them. 12, my parents always advise me to have more not in my own abilities. والدي دايما بينصحوني ان يكون عندي دايما confidence ثقة في إمكانياتي قدراتي. Confidence letter B يعني ثقة. Confidence ثقة. 13, scientists believe that a child's knot develops rapidly between the ages of 4 and 5. العلماء بيعتقدوا أن ذكاء الطفل بيتطور بسرعة
ما بين عمر الاربع سنين والخمس سنين، بيتكلم عن intelligence letter A يعني الذكاء. Number 14, my grandparent used to live in a house which not a park but unluckily the park was turned into a shopping center. الجدي بيعيش في بيت كان بيواجه الحديقة لكن لسوء الحظ الحديقة تحولت لشوبينج سنتر. faced letter D, face يعني يواجه أو في مواجهة. faced letter D. Number 15, most old people not much care and attention because of their health problems. بيحتاجوا محتاجين الكبار دول محتاجين demand محتاجين رعاية care. demand letter B. Number 16, Mary is an only child, but her parents didn't really want her. They wanted her to have good morals. Mary دي طفلة وحيدة ولكن والديها لم يفسدوها لأنهم عايزينها تطلع بأخلاق حميدة. Spoil letter D يعني يفسد أو يبوز الأطفال. Spoil letter D هي الإجابة الصحيحة. 17, it's said بيقال that you can avoid failure انك ممكن تتجنب الفشل if you not your study ahead لو انت plan letter C يعني يخطط لو خططت لدراستك. plan letter C هي الإجابة الصحيحة. The young writer has won a number of nods for the books she published during the last few years. الكاتبة الصغيرة حصلت على عدد من الأوردز الجوائز على كتبها التي نشرتها أثناء السنين أو خلال السنين السابقة. Awards letter B يعني جوائز. 19, a politician should study not in order to be successful. لازم البوليتيشن السياسي ده لازم يكون بيدرس political science علوم سياسية. letter C, political science يعني علم السياسة. Number 20, the office clerk doesn't want much money but she enjoys her work in the company. ما بتكسبش فلوس كتيرة بس مستمتعة بالشغل ده. earn يعني يكسب فلوس. احنا اتفقنا ان earn يعني يكسب فلوس. اما number A دي يعني gain يعني معناها يكسب شيء معنوي وwin يعني يكسب شيء زي كاس او ميدالية او مسابقة وbeat يعني يهزم لكن هي الاجابة الصحيحة letter D earn. 21, a nursery school we used to set in a knot around the teacher listening to her. At nursery school في الحضانة we used to set in a knot اتعودنا ان احنا نجلس في نصف دائرة around the teacher حول المعلم listening to her وبنستمع ليها او المعلمة وبنستمع ليها. semicircle يا شباب يعني نصف دائرة. letter C هي الإجابة الصحيحة. 22, our head teacher is a very knot man. he doesn't even smile. حد جاد جدا حتى ما بيبتسمش. serious man letter D serious يعني جد قوي ما بيبتسمش. 23, I think it's a not to represent your country in the Olympics. شرف كبير طبعا انك تمثل بلدك في الأولمبيكس في الأولمبيات. honor letter B هي الإجابة الصحيحة. patience and hard work are two of the most important not of a good teacher. الصبر والعمل الجاد هي مميزات qualities مميزات مهمة لازم تكون عند ال good teacher. qualities letter A الإجابة الصحيحة. أحمد is not for taking care of his grandfather who is very old. أحمد مسؤول عن responsible for يعني مسؤول عن letter D مسؤول عن العناية بجده. letter D الإجابة الصحيحة. 26, getting married is a great not in anyone's life. إنك تتجوز ده event عظيم بيحصل في حياة كل واحد. event letter D هي الإجابة الصحيحة. 27, this TV set should be not to the power supply. جهاز التلفزيون ده لازم يتوصل بالpower supply. connected should be connected يجب أن يوصل. letter B connect يعني يوصل طبعا والاختيار هيبقى connected عشان ده مجهول. 28, when my brother traveled abroad I know how much I like him. لما أخويا سافر الخارج أنا أدركت قد إيه أنا بحبه. realized letter D يعني أدركه. 29, I was shocked اتصدمت by the man's cruel note towards his family. اتصدمت بتصرفات الرجل القاسية تجاه عائلته. behavior يعني تصرف. Number 30, Mr. Magid not all his students to do the best they can do. الراجل ده بيشجع كل طلابه. encourage letter C هي الإجابة الصحيحة.
31 our teacher always has a not way of dealing with problems in class. الراجل ده عنده طريقة sensible. Letter B هي الإجابة الصحيحة عشان نتعامل مع المشكلات. Sensible يعني عاقل. He was a little boy but he not as if he was an adult. الراجل ده كان الولد ده كان شاب صغير طفل صغير ولكن بيتصرف behaved وكأنه شخص عاقل بالغ. 33 my not to leave school when I was only 15 was the worst mistake I have or I ever made. قراري ان اسيب المدرسه وانا عندي 15 سنه كان اسوأ خطأ ممكن اكون ارتكبته. decision letter C يعني قرار. 34 the teacher not the students not to talk during the test warned حذرهم انه ما يتكلموش اثناء التست warned يعني حذر letter A. 35 I hope this success will not you to greater efforts. اعتقد النجاح ده او اتمنى النجاح ده يلهمك لمجهود اعظم inspire letter D يعني يلهم inspire يعني يلهم. 36 this company's products are organic. المنتجات بتاع الشركه دي منتجات عضويه as they use only not ingredients لانه بيستخدموا مكونات natural يعني طبيعي letter B و ingredients يعني مكونات. سوري اوكي natural احنا هنا اوكي سوري بعتذر. طيب 37 you will never not very much if you don't work hard. انت عمرك ما هتحقق كتير لو مش هشتغل كويس achieve letter C يعني يحقق. 38 when do you want to be when you not up. What do you want to be when you not up. عايز تبقى ايه لما تكبر grow up يعني يكبر او ينمو grow up letter C الإجابة الصحيحة. 39 the company supplies building not such as bricks and cement. الشركة بتمد بالbuilding materials مواد البناء materials مواد البناء building طبعا يعني بناء وmaterials يعني مواد لتربية الإجابة الصحيحة. number 40 most southern European most southern European countries have a not climate. معظم الدول أوروبا الجنوبية فيها climate مناخ إيه hot in summer حر في الصيف and cold in winter وبارد في الشتاء. بنتكلم عن مناخ similar متشابه كلهم زي بعض similar letter A هي الإجابة الصحيحة. 41 not is a study of ancient scientists societies دراسة الـ ancient societies المجتمعات القديمة done by looking at tools ان ده بيتعمل بان احنا بنبص على الادوات بتاعتهم bones العظام and buildings والمباني ده اسمه علم الاثار archaeology letter D هي الاجابة الصحيحة archaeology letter D. محمد is one of the oldest friends واحد من اقدم الاصدقاء I not him completely انا بثق فيه تماما trust يعني يثق. this website used to not the results of the matches in a lot of tables. اتعود او معتاد هذا الموقع ان هو يليست يعني يعمل لنا قائمة كده بالنتائج في جداول list letter D يعني يعمل قائمة تنفع noun تنفع verb. 44 we need a lot of not and creative ideas to solve all world problems. محتاجين افكار fresh وcreative في نفس الوقت fresh يعني جديدة وcreative يعني إبداعية fresh letter A هي الإجابة الصحيحة. 45 the famous singer is going on a not in some European countries for a month. الراجل ده رايح في tour طبعا رايح tour جولة في الدول الأوروبية tour يعني جولة. 46 pollution not have risen greatly in the last 50 years. معدلات التلوث كلمة معدل يعني level letter B هي الإجابة الصحيحة pollution levels letter B. my son is working hard to achieve his not. الراجل ابني ده بيجتهد وبيعمل كل عليه علشان يحقق his goal يعني هدف letter A goal يعني هدف. 48 the head teacher asked the new teacher to plan the not of the lessons well. طلب ال head teacher من المعلم ان هو يخطط
الستيبس بتاعت الدرس. ستيبس يعني الخطوات. letter B steps خطوات. تنفع verb بمعنى يخطو طبعا. number 49 you will understand this part of the book if you read the note first. لو قريت بس الانترودكشن. انترودكشن يعني المقدمة. introduction letter C هتفهم الكتاب لو قريت المقدمة بتاعته. note is a game for two players who move their playing pieces. بيحركوا الحاجات القطع دي across a special board على لوحة كده خاصة. احنا بنتكلم عن الشطرنج طبعا. chess letter C هي الإجابة الصحيحة. 51 the Louvre Museum متحف اللوفر displays original note by many famous artists such as دافينشي دافينشيز موناليزا. لوحة الموناليزا بتاعة دافينشي. احنا بنتكلم عن رسومات paintings. المعرض ده بيعرض original paintings. paintings letter B يعني رسومات. 52 a new factory was not up in our village to recycle animal waste to produce fertilizers. طبعا مصنع أسسة أو أقيمة set up letter A. Dr. Zoyle's notes are known worldwide. معروف على مستوى العالم. احنا بنتكلم عن إنجازات دكتور زويل معروف على مستوى العالم. Achievements letter D achievements يعني إنجازات. After running the marathon بعد الجري في الماراثون the amateur runners body not for a week. كويس. الهواة بقى الهواة اللي هم بيجروا في الماراثون دول بنتكلم عن حد مش متعود على الرياضة. فأي طبعا الشباب اللي بيسمعون الأولاد دلوقتي فاهمين بقول ايه. فاللي مش بيتعود على الرياضة وفجأة يلعب رياضة جسمه بيوجعه. فهو ده المعنى بتاع الجملة انه الاماتشر رانرز العدائين الهواة بادي جسمهم ايكد آلمهم وجعهم ايكد letter C for a week لمدة اسبوع. Number 55 the company recognizes the not of training its employees every now and then. كويس. الشركة recognizes the importance بتقول وبتعرفنا على أهمية training. importance أهمية letter A أهمية training للemployees every now and then. 56 the adjective reliable is similar in meaning to the adjective not. طيب reliable يعني موثوق فيه. اوكي يعني عنده مسؤولية ومسؤول عن حاجاته. فبتكلم عن responsible في المعنى مشابه. reliable معناها مسؤول. responsible letter B بيقول معنى دي زيها زي دي. 57 at all the students were not turners reading the text loud. كل الطلاب كانوا taking turns. تعرفين take turns يعني يتبادل الأدوار. كل واحد يبدل دوره. ده ياخد دوره والتاني وراه. take turns و taking turns طبعا عشان وير قبلها. letter B scientists are very worried about. خلاص worried معروفة. worried about يعني قلق بخصوص أو بشأن. 59 the doctors have been working all day without a. كانوا بيشتغلوا طول اليوم بدون a break. break letter A هي الإجابة الصحيحة. 60 whose not is it to make sure children arrive safely at school. مسؤولية مين في المدرسة انه يهتم بين الأطفال او يتأكد ان الأطفال وصلوا في معادهم. responsibility يعني مسؤولية. letter B whose responsibility يعني مسؤولية من. responsibility. 61 the word crawl الكلمة قاسي is an antonym of the to the word عكسي او مضاد كلمة fatherly ابوي. قاسي عكسها fatherly ابوي. حد قاسي وحد بيتعامل بشكل ابوي. 62 the two friends usually have a not over coffee drinking during the break at the office. بيعملوا مع بعض الاثنين الاصدقاء دول بيعملوا مع بعض تشات كده over coffee على القهوة كده وهم بيشربوا القهوة اثناء البريك. chat letter B we were taught علمنا وده مجهول to not respect ان نبدي الاحترام for older people. show respect يعني نبدي الاحترام. 64 the word steam is a synonym to the word. كويس عكس كلمة سوري معنى او مرادف لكلمة owner يعني شرف. steam معناها owner letter C هي الإجابة الصحيحة.
65 the grandfather had worked not an engineering company كان بيشتغل في او عند او ليه شركة هندسة for 30 years before he retired قبل ان يتقاعد last year تكلم عن worked for اشتغل عند حد او اشتغل لحد work for بيشتغل عند شركة معينة There is no knot between the two cards. They look exactly the same. مفيش أي فرق ما بين الاثنين لأنهم يبدو the same نفس الشيء يبقى difference يعني اختلاف. Letter D مفيش difference مش different طبعا. Different يعني مختلف وده صفة. إنما أنا بتكلم بقول لا يوجد يبقى بتكلم عن اسم يبقى اختلاف. I do a lot of swimming practice in order to not fit. علشان أحافظ على لياقتي keep fit. Letter D. The noun conclusion can be the opposite of the word كلمة conclusion الخاتمة أو المحصلة ممكن تكون عكس إيه عكس المقدمة introduction letter D الإجابة الصحيحة my cousin is ambitious and always dreams not becoming a chef ambitious يعني طموح ودايما بيحلم به dream of becoming a chef إنه يبقى chef dream of يحيى حقي is one of the most not writers واحد من الكتاب المؤثرين influential يعني مؤثر in the Egyptian literature letter B الإجابة الصحيحة 71 after working 14 hours I feel as if I have not nothing بعد ما اشتغلت 10 ساعات حاسس ان انا انجزت ولا حاجة achieved letter A هي الإجابة الصحيحة 72 it's important for teachers of English مهم جدا بالنسبه للمدرسين الانجليزي to not students to speak English ان هم يشجعوا الطلاب على الحديث بالانجليزي encourage 73 I didn't know that I had left my keys at home لم ادرك انني تركت مفاتيحي في البيت realize letter B يدرك 74 the director's instructions تعليمات المخرج have not the staff and improved their work أثر على الستاف وخلاهم حسنوا من عملهم influence يعني يؤثر influenced يعني أثر لترسي being not is one of the characteristics of a good teacher مميزات المعلم الجيد انك تبقى fatherly being fatherly أبوي وبكده يكون انتهى الجزء الثالث من الوحدة الثانية حلينا أسئلة الكلمات الجزء الرابع إن شاء الله هنحل فيه أسئلة القواعد الجرامر والجزء الخامس هنحل فيه تيست كامل على الوحدة عشان تكون انتهت الوحدة ما تنساش تشير الفيديو زي ما قلت لك وما تنساش كمان إن اللايك بتاعك بيدعمنا وبيخلينا نكمل شغلنا أشوفكم الحلقة الجاية إلى اللقاء